السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بقينا بننسى، كلنا بقينا خلاص عندنا، احنا بننسى الكلام اللي بنقوله، بننسى حاطين الشيء ده فين، كنا هنجيب ايه، بننزل السوق ساعات ما بنعرفش احنا كنا ناسيين اصلا هنجيب ايه، بعد ما كنا فاكرين بنتفرج على التلفزيون بنقلب ناسيين القناة اللي احنا كنا متابعينها ايه، كل بننسى في ادق الاشياء واكبر الاشياء. احنا مش بننسى، الحلقة دي هتعلمك ان اللي هتخرج منها اولا انك مش هتنسى حاجة، ذاكرتك هتقوى جدا، واي حاجة نفسك تحققها هتحققها. لأي حاجة لازم تعرف ان كل اللي على الارض من تكنولوجيا وتطور انسان اللي ابدعه، ما بالك من خلق ربنا، لما ربنا هو بقى اللي يديك المخ ده. شوف بقى انت ساعة تخزينه قد ايه، والذاكرة بتاعته قوية قد ايه، والتركيز بتاعه قوي قد ايه، والتأمل اللي ممكن يعمله عشان يحقق أهداف كتيرة جدا في الحياة ممكن يكون قد إيه. ربنا بقى، ربنا لما يخلق شيء فيك بقى ممكن يعمل إيه، أنت بس اللي بتسمع لنفسك إنك بتنسى، فأصبحت بتنسى نتيجة لإنك أنت اللي عملت كده في نفسك. مخك مهيأ إنه يخزن أو عنده مساحة لا حصر لها، الأوعية الدماغية دي بتنشط، الخلايا بتنشط وبتتجدد، وعندك ساعة ذاكرة وعندك ساعة تركيز أقوى بكتير جدا من أحدث موبايلات وأحدث حاجة صنعتها التكنولوجيا أو عقل البشري في التكنولوجيا. أي حد نفسه يحقق شيء في حياته بعد الحلقة دي بإذن الله ب21 يوم بالتمام هيحقق. طب تعالي قولنا بقى الأسرار والأفكار اللي عندك والخطوات اللي هنمشي عليها علشان خاطر أي حد نفسه في أي حاجة يحققها. واحد، تصحى من نومك متفائل مبتسم وتقول أصبحنا وأصبح الملك لله. 21 يوم هتعمل كده، هتلاقي انت أصلا بالتدريب هتلاقي نفسك خلاص أخدت على كده بقى روتين يومي خلاص. فتصحى من نومك تقول أصبحنا وأصبح الملك لله وإليه النشور. انت بتدي لنفسك طاقة كبيرة جدا، طاقة إيجابية كبيرة جدا هتبدأ بيها يومك. اتنفس من أنفك وطلع الزفير من بقك 7 مرات بس، نفس عميق جدا، نفس عميق جدا، وطلعه كده بذكر الله وقول الله بإذن الله. كل نفس هتنفسه انت كده وانت بتاخد النفس عقلك يشتغل بسرعة، قول بأمر الله النفس اللي باخده ده، الأكسجين اللي باخده ده في جسمي بإذن الله هينتشر في كل أعضاء جسمي وأطرافها ومخي، وإن شاء الله بإذن الله هيحقق المعجزات في جسمي كله بطاقة الشفاء، هيدخل عليا بالشفاء والتركيز وان انا مش هنسى، وان شاء الله هيكبر الأوعية الدماغية في مخي وهينشط الخلايا وهي ان شاء الله وهيجددها، واي حاجة تلفة هيظبطها. 7 مرات تعمل كده، حس ان كل نفس داخل على الاطراف بيزبط لك اطرافك، بيزبط لك خلايا مخك، بيزود لك تركيزك وبيزود لك طاقة الذاكرة عندك، وبيخلق اوعية جديدة في مخك وبينشط لك الخلايا المخية والدماغية اللي عندك اللي هتبقى قادرة باذن الله على انها تحفظ اي حاجة تقراها او اي حاجة تشوفها في حياتك. طيب تاني حاجة هنعملها ايه بعد ال7 نفس دول؟ هتحس انك عامل دماغ كده بقى، هتحس بالاسترخاء التام. احنا عايزين نبقى باور، بس الاول نحس بالاسترخاء التام اللي هي دخول القوة على الجسم بتحسسك بالاسترخاء. بعد كده هنقوم بقى ننشط ايه؟ ننشط جسمنا. هنتوضى ونصلي، نقرأ جزء من القرآن ولو صفحة واحدة، واحنا بنقرأها هنقول يا رب بأمر الله الصفحة دي هتدخل على عقولنا بالبركة وزيادة الذاكرة وتنشيط الذاكرة، واي حاجه بقى انت نفسك فيها اقول بامر الله الحاجه دي هتدخل على جسمي بالشفاء، بان انا اخس، بانها هتزود طاقتي في الحرق، بانها هتزود طاقتي على التركيز، هتزود طاقتي على اني ما انساش اي حاجه. انت اقعد سمع لكل حاجه انت بتعملها الطاقات اللي هتشتغل بيها. بعد كده هنشرب ميه، شرب الميه كتير جدا اثناء اليوم بمعدل كل ساعه كوبايه او كل ساعتين كوبايه، يعني مش لازم تعطش. احساسك بالعطش اذا انت عندك جفاف، انما الحاجة الكويسة انك تشرب بدون ما تعطش، يعني مش لازم تحس بالعطش عشان تشرب، لا احنا هنشرب بدون ما نعطش بمعدل كل ساعتين كوباية مية كبيرة حلوة كده. طيب هنشرب المية كده وخلاص، هنقول بسم الله الشافي المعافي، او بسم الله الحامي الحافظ، بسم الله الجميل المبدع. لو واحدة عايزة تبقى جميلة كده سمعي المية اللي انت عاوزاه، كلمي المية وقولي لها كل حاجة انت نفسك فيها، بأمر الله هتدخلي على جسمي بالشفاء،
بأمر الله تدخلي على جسمي بزيادة الذاكرة إن شاء الله، تدخلي على جسمي بزيادة التركيز والذاكرة وتنشيط مخي والأوعية بتاع الدماغ إن شاء الله، تدخلي لكل طرف من أطراف جسمي بالجمال والرشاقة وتجديد الخلايا إن شاء الله، تدخلي على جسمي بالجمال بالشفاء. أي حاجة نفسك فيها كلمي المية. شوفي بقى لما تاخدي كل ساعتين كوباية مية وتسمعي لها اللي انتي عاوزاه، المية دي أو الأكل أو أي حاجة كلموها، كلموها وأمروها بأمر الله. أنت أولاً صرحت بأنك عبد للخالق، والكون ده كله بأمر ربنا وكلام ربنا حق، ولقد سخرنا له ما في السماوات وما في الأرض، مسخر ليك أنت باعترافك أنك عبد لله وأن الكون مسخر ليك بأمر الله. أؤمر بقى الشيء يكون فيكون بأمر الله، يعني لما هتقول لأي حاجة كوني هتكون، بس باعترافك أنها بأمر الله مش بأمرك أنت. إحنا مش مشركين بالله، ما تشركش مع الله أي شيء. لا الدكتور هينفعك ولا الكتاب اللي بتقرأه هينفعك ولا المذاكرة ولا كل ده إلا بأمر الله. يبقى هنسمع إن كل حاجة هتفيدنا بإذن الله، هنشرب المية ونسمع لها كل اللي نفسنا فيه ونأمرها بأمر الله تكون فتكون. واشرب كده المية هتجدد لك كل الخلايا في مخك. الحاجة الرابعة بقى، احنا هنمنع السم الأبيض تماما من كل أكلنا. السم الأبيض ده سكر وملح، سكر وملح هنمنعه. سكر سم أبيض خطر جدا على الخلايا، وبتبقى عرضة للأمراض السرطانية، بيزود الالتهابات في الجسم، بيقلل التركيز، بيتشتت الانتباه. ذلك الملح، بس احنا ما نقدرش نستغنى عن الملح، فنستخدم ملح البحر، وفي منتجات منه كتيرة قوي في السوبر ماركت دلوقتي. لكن السكر ازاي هنمنع السكر تماما، واصلا خلايا المخ شغال على السكريات؟ احنا هناخد السكريات المفيدة بس من الفاكهة، يبقى هناكل الفاكهة باتزان علشان تعوضنا السكريات اللي ناقصها في جسمنا، لأن السكر مهم جدا لجسمنا، بس السكر المفيد اللي هنستخرجه من الفاكهة اللي بناكلها. وناكل موز كتير، الموز مليان بوتاسيوم وحاجات جميلة جدا وطاقة وباور وحديد وحاجات كتير، اللي فاكهة خلقها ربنا على الأرض مفيدة لجسمنا. خلي بالكم هناخد باعتدال وباتزان عشان كل شيء في الدنيا في حياتنا الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. نلعب رياضة، هنلعب رياضة في البيت او برا، اي مساحة انت في البيت. لو في البيت كده بتمشي كده قدام المسلسل، قمتي تمشي كده في مكانك، في اي وقت تحسي ان حددي وقت كل يوم مع الرياضة بتاعتك. ما قدرتيش تعملي كده الوقت الفاضي، قومي ربع ساعة لو تلت ساعة في اليوم، حلوة قوي. احنا ماشيين كده واحنا بنمارس الرياضة هنسمع لنفسنا، يا ربي انا بعمل رياضة علشان العقل السليم في الجسم السليم. امر الله، اي رياضة بعملها هتعود عليا بالنفع ونشاط الذاكرة وتوسيع المدارك بتاعتي والتخسيس والجمال. كل حاجة بقى، اي حاجة نفسك فيها بتعملها، اؤمرها بامر الله تكون فتكون، سواء كان الاكل، الشرب، النوم، المشي، الرياضة، الصلاة، قراءة القرآن، كل حاجة هنسمع لها بأمر الله كون فتكون. عايزة تخسي، عايزة تذكري، عايزة ما تنسيش، انت رايح امتحانك هتقول بأمر الله هفتكر كل شيء، هتذكر كل شيء، ومش هنسى ولا حاجة ولا معلومة من اللي أنا ذكرتها، وربنا هيعود عليا بالنفع بإذن الله في الامتحان ده. وانت بتذاكر بلاش تشرب قهوة كتير وشاي كتير، كفاية فنجان قهوة، ولو في لب أو مكسرات أزأز فيها مفيش مشكلة. هنقلل من الشاي وهنكتر من المكسرات واحنا بناكل، برضو بالقانون مش بالزيادة قوي، منها هتنشطنا لانها فيها اوميجا 3 كتير، وده 3 بتساعد على تنشيط المخ وتزويد الذاكرة. لكن مش هنشرب منبهات كتير ولا شاي كتير ولا قهوة كتير. ما تقعدش بالكام ساعة مكفي كده على المكتب عايز تذاكر وتخلص وتفكر انك كل المعلومات دي هتدخل مخك، بالعكس لازم تحدد وقت هتقوم فيه. كل ساعة قوم العب رياضة ربع ساعة، قوم اتمشى، قوم افصل نفسك عن المذاكرة كل ساعة. اهم تركاية بعد ما تخلص المذاكرة بتاعتك، قفل كده وقول بأمر الله مش هنسى ولا معلومة، عقلي هيتذكر كل حاجة ذاكرتها. واحنا رايحين ننام هننام كده على طول؟ لا، هنسمع ساعة البيولوجية هتشتغل بأمر الله، برضو بأمر الله هنام 4-5-6-7 ساعات اللي انت عاوزه. هتحدد للمخ انه هيقوم بعد 5 ساعات هيقوم بعد 5 ساعات، حدد له بعد 4 ساعات هيقوم بعد 4 ساعات، اللي انت هتقوله هيتحقق. قول بأمر الله هقوم كمان 5 ساعات، هصلي الفجر وان شاء الله هذاكر بعدها، وان شاء الله يومي هيبقى جميل كله ونائم. اي حاجة نفسك فيها تعملها في اليوم اللي بعده فكر فيها بطلاقة وخيال جميل قبل ما تنام. تنام في حاجة كويسة قوي لازم تعملها، كلنا لازم نعملها، نعيد ترتيب أفكارنا ونحاسب نفسنا، إيه الشيء الحلو اللي حصل في يومنا
وايه النجاح والانجازات اللي احنا عملناها، وايه الشيء الوحش اللي حصل في يومنا عشان نتجنبه، ونقرر بعدها ان احنا هنبعد عن اي شيء وحش حصل في يومنا. يعني احنا مش هننفذ غير بس الحاجة الكويسة. قبل ما تنام مباشرة حط في دماغك ان ربنا هو اللي بيصنع المعجزات، ربنا هو اللي بيؤمرنا، بيؤمر عقلنا وجسمنا وحياتنا كلها وكل امورنا واهدافنا في الحياة. كن فتكون، ونام نوم الهنا يا ربي، وأحلام سعيدة، ويوم جديد بطموحات جديدة وأحلام جديدة وأوامر جديدة بأمر الله. تتحمل إنك تعمل التدريبات دي لمدة 21 يوم عشان بعد كده هتبقى عادة في حياتك كلها. الله، بكرة أفكار جديدة وحلقة جديدة وطاقة إيجابية جديدة. تابعوني، مع ألف سلام. بتمنى لكم من كل قلبي الخير.